أنا اسمي ريف من لبنان، وأنا اليوم بدي أخبركن عن نشاطات بنعملها بعيد الميلاد. وأنا بحب الطرقات تكون مزينة، وأنا بكون مبسوطة لما بكون عم بتمتع فيها. الحب جديد مش بس الطرقات بتتزين، حتى الأولاد بمدرستهم بيزينوا صفوفهم المدرسة تبعتهم. بيكون الجو كله فرحان، بنكون كلهم فرحانين ومبسوطين. احنا مع الورد فيجن وعملنا نشاطات عديدة، من خلالها كتبنا كروتة خاصة بالعيد الميلاد، وحتى نبعتها لكل الأصدقاء بالعالم ونكتب كلمات حلوة. أصحابي رح يخبروكن كيف بيعيشوا الميلاد مع أهلهم. أول شي عيد الميلاد أكيد في صبا من زينا نرجع نعمل الكراش. إحنا كل سنة بنعمل عيد الميلاد حفلات، بيجي بابا نويل وبيوزعنا الكاديات، بيوزعوا هدايا وبنعمل نشاطات حلوة، نرجع نطلع من عيد الجيران اللي معنا بالبناية، وبالكريسماس كمان بالمدرسة بنعمل نشاطات كتيرة وبيعملوا لنا مسرحيات وبيوزعوا لنا كاديات. عيد الميلاد هو من أروع الأعياد بلبنان. نحن الأطفال بلبنان نتمنى نعيش العيد دايماً بسلام. كلبنانيين نحن على عيد الميلاد متعودين من زمان إنه نسهر كلنا مع العيلة، وخصوصاً عيد الميلاد إنه كل عيلة بيجتمعوا مع بعضهم، لأنه هذا العيد بيسقب إنه بيجمع العيلة كلها مع بعضها على العيد. بيعطي فرحة جوات القلوب الناس. أنا كتير بحب السيدة مريم العذراء ويسوع كتير، وبحضر كتير عنهم. بحبهم مشانهم. هو عيد لكل الناس ومنحتفل فيه كلنا. بونجور، اليوم جايين نحن رفقاتنا لنعيدكم ميلاد مجيد. عيد سعيد. Yeah.
Christmas and Happy New Year.